أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله نبتدي Lecture 5 في الفيجن، ودي اللكتشر الأخيرة، وهنحاول ناخد few pages كده في الهيرينج بإذن الله. فكعادتنا هنبدأ بمناقشة المالتيبل تشويس كويشنز. والسؤال الأول كان بيقول regarding color vision one of the following is wrong. طيب يبقى هو كتب لي كلهم صح ونختار الخطأ. It is the function of cones. طبعا ده صح. For each type of color there is a special cone. دي غلط، يعني دي اللي تختارها. Color perception is a retinal phenomenon. صح. Parvo cells هي اللي are associated with color vision. برضو إجابة صحيحة. يبقى الإجابة الخطأ وهي المطلوبة في واحد هي B for baby. In protanopia the patient is missing cones associated with blue color. لا، هو طبعا missing the cones associated with red color. Prot يعني واحد، وأول لون في الألوان قلنا هو الأحمر بدليل تحتيل infrared. Cones for red are weak. لا، are absent، مش موجودة خالص. لو weak دي تشوف الأحمر الغامق وما تشوفش الأحمر الفاتح. It's a type of dichromatic vision. دي الإجابة الصحيحة، هي نوع من أنواع الدايكروماتيك، لأن العين ده عنده two cones و missing one cone. All of the above طبعا تبقى غلط. طيب نيجي بعد كده لل ماجنو جانجليونيك سيلز. دي لارج جانجليونيك سيلز، دي صح طبعا. Are more concerned with details, more concerned with colors. ان هما بيبعتوا sustained slow discharge. كل ده البارفو سيلز. الإجابة الصحيحة ايه هنا؟ بعدين regarding البينوكولار فيجن It's essential for depth perception. لا، هي it helps depth perception. Better depth perception. مش essential. It does not cover all the visual field of any eye. طبعا. لأن قلنا في two في كل eye. في crescent هلال بيبقى مش binocular. بيبقى monocular. يبقى دي الإجابة خطأ. دي الإجابة الصح. It does not cover all visual field of any eye. When it is essential for stereoscopic vision. قلنا لا، لا هي essential for depth perception ولا هي essential for stereoscopic vision. None of the above. لا، لان في واحدة صح، انه مش كل الفيجوال فيلد بيبقى binocular. الكريسنت في الناحية اليمين على اليمين والكريسنت في الناحية الشمال على الشمال ده بيبقى monocular. Regarding primary visual area اللي هي area 17 it's located on lateral aspect of occipital cortex. غلط. قلنا ليه ربنا حطيتها على الميديال اسبيكت؟ عشان يحميها، اريا مهمه، فحطيتها لجوه مش لبره. It contains hyper complex cells. لا، الهايبر كومبلكس سيلز دي بتشوف الدبث بيرسبشن. وير ده وظيفه اريا 18. It receives nasal fiber of the same side و temporal fiber of the opposite side. هو العكس تماما، تاخد التمبرال اوف ذا سيم والنيزل اوف ذا اوبوزيت. It contains the color vision area. طبعا area 17 primary visual area. Striate area هي اللي فيها مجموعة الخلايا بتعمل color vision. وعليه السؤال الأول إجابة الصحيحة تبقى B for baby، الثاني C for cat، الثالث A for alpha، الرابع يبقى B for baby، الخامس D for daddy. يبقى دي الأسئلة يا أولاد. طيب نبتدي بقى نتكلم على الفيجن. فاحنا كنا عند الفيجوال فيلد. الاول يعني نقول ما هو الديفينيشن اوف فيجوال فيلد، تعريف الفيجوال فيلد. It is the maximum area seen by one fixed eye. يعني ايه؟ لازم حضرتك
يبقى مغمض عين كده. بعدين انا هثبت عيني على عينك، تخيل ان انا شايف حضرتك وانا مثبت عيني دي على عينك اهو، ما حركهاش. المسافه اللي انا شايفها ب1 فيكسد اي هي دي الفيجوال فيلد. يبقى اهم حاجه في الديفينيشن ايه؟ دي ماكسيمم اريا سين باي، هعلي صوتي في الحته المهمه، 1 فيكسد لعين واحده، 1 وفيكسد، 1 فيكسد اي. طيب السؤال الثاني هنساله لك، لان ده برضو يجي في العملي كتير جدا، ده من اشهر الاسئله في العملي وفي الشفوي وبيجي ام اس كيو. هل هي سيركل؟ يعني هل هي دايره؟ لا ما هيش دايره. ليه؟ تعال نشوف. هي احنا عندنا دلوقتي الوضع كالاتي، احنا بس هنشوف الليزر ثانيه واحده. طيب الليزر بوينتر is not over here. ناش ليزر بوينتر دلوقتي ما اعرفش. كمل بقى نشاور بالقلم العادي. فهنا الوضع كالاتي، انه بتبقى الوضع كالاتي، انها اوسع ما يمكن تمبرلي بتبقى 90 درجه، انما فوق بتبقى 50 درجه، و لجوه بتبقى 60 درجة والتحت 80 درجة. وتعالى افهمها لك ليه. دلوقتي انا لو ام فيكسد اي كده، ايه احسن رؤية؟ تمبرلي مفتوحة خالص. فبقى انا بقيس الزاوية ازاي الاول؟ ما بين عين حضرتك اللي انا مثبت عليها، انا متصور انك قاعد قصادي، وعيني قادر اشوف لحد فين؟ 90 درجة. يبقى كده 90 درجة. ليه؟ لان هنا دي مفتوحة خالص، النوز بتضيق شوية تخليها 60. طب أقل إيريا اللي هي فوق عشان السوبر أوربيتال ريجيس بتبقى كده 50، تحت أحسن شوية 80. تملي بقولها بطريقة لطيفة، تملي في فرق 30 عشان تفتكرها. يبقى عندنا كده 90 60 وبعدين 80 50. يبقى أوسع حاجة تمبرلي 90 60، وتحت هيبقى هنا هنقول 80 وفوق 50. يبقى ده تاني سؤال عندنا، يبقى نوت سيركل. طيب السؤال الثالث، ايه العلاقة بين الريتنا والفيجوال فيلد؟ الرسمة مجاوباها هنا، علاقة عكسية، دياجراماتيكال اوبوزيت. ليه؟ لان الضوء بيمشي في خطوط مستقيمة، فاللي جاي تمبرال هيدخل من خلال البيوبل يقع النيزل، عشان كده نرسم لك الأحمر مع الأحمر، والنيزل في العين دي يقع على التمبرال. يبقى دياجراماتيكالي اوبوزيت، يبقى الفيجوال فيلد ممثل بالعكس في الآي، هنا دياجراماتيكالي اوبوزيت مانر بطريقة عكسية. طيب السؤال الرابع، هل الفيجوال فيلد بيختلف اتساعه باختلاف لون الشيء اللي انت باصص عليه؟ ده سؤال لطيف، فكرت معايا فيه؟ هل في اللون الاوبجكت بيؤثر في مدى الفيلد؟ ايه رايك؟ الاجابه نعم. اوسع فيلد هو للابيض ثم الازرق ثم الاحمر ثم الاخضر. واحد يقول لي طيب ما عندكش طريقه تحفظها لنا بيها؟ عندي طبعا، احفظك وافهمك. دلوقتي ليه الابيض اكتر حاجه؟ لان احنا بنشوف ازاي اللون الابيض، بنستخدم الثري كونز ايكوال ستيميليشن بلو ريد اند جرين. لما بنعمل ايكوال ستيميليشن للبلو ريد اند جرين بنشوف في هذه الحاله اللون الابيض، تمام. طب ليه الازرق اكتر من الاحمر اكتر من الاخضر؟ لان اكبر عدد من الكونز هو للازرق، يليه الأحمر
يليه الاخضر. طالب يقول لي طب حفظها لنا بطريقه سهله. حفظها بطريقه سهله جدا، انه يعني انجليزي مع عربي كلمه برج يبقى بلو ريد جرين. يعني انت لو خدت اول حرف هنا اللي هو ب وهنا ر يعني لو بالعربي وهنا ج يبقى برج، فافتكرها. يبقى دلوقتي اتعلمنا، ده سؤال مهم جدا في الفيجوال فيلد، في الام اس كيو في العملي مهم جدا الفيجوال فيلد، اربع نقاط عنه. ما هو الفيجوال فيلد؟ It is the maximum area seen by one fixed eye. يبقى فين الكلمه المهمه ادي مش هقول لك عليها، one fixed. تمام. طب النقطه الثانيه، هل هو سيركولر؟ لا، عيدها انت معايا، اوسع ما يمكن. فين مفيش اي حاجز يمنع الرؤيه؟ تمبرالي 90 ونقص 30 يبقى نيزلي 60. طب تحت 80 اطلع فوق، نقص 30 يبقى 50. ده السؤال الثاني. السؤال الثالث، ما هو علاقه الفيلد بالاي؟ ده جراماتيكالي اوبوزيت. التمبرالي تشاف على النيزل، تابع معاه الليزر لقيناها الحمد لله، وهنا النيزل يبقى على التمبرال. طب السؤال الرابع، هل اتساع الفيلد بيختلف بلون الاوبجكت؟ الاجابه اه، اوسع ما يكون لما يبقى الاوبجكت لونه ابيض وايت، وانت فاهم ليه؟ انك بتستخدم كل الكونز، ثم الازرق فالاحمر فالاخضر، هتفتكرها برج بلو ريد جرين لو خدتهم الحروف العربي. وقلت لك ليه؟ فهمتك، لان عدد البلو كونز اكتر من الريد كونز اكتر من الجرين كونز. طيب ازاي نختبر الفيجوال فيلد؟ في جهاز بيبقى اسمه بيريميتر، بيبقى الجهاز كده عامل زي هتشوفه في المعمل، قوس في شكل نص دايره، وانت بتحط دقنك في على مسند في مركز دايره، وقصادك هذا القوس، وبتركز في النقطه اللي قصادك، وبعدين بيحرك الدكتور الاوبجكتس في نص في النص الدايره دي، مره في الهوريزونتال، وبيقدر يقلب القوس يخليه فيرتيكال مره فيرتيكال عشان يشوف تمبرال ونيزل وهي هوريزونتال. عاوزك تبقى متخيل شويه. ولما يخلي القوس ده فيرتيكال يقدر يشوف اب اند داون. جهاز اسمه بيريميتر. انما اكشوالي بنستخدم حاجه اسمها كونفرونتيشن ميثود. عاوزك بقى ايه تبص معايا ايه فكره الكونفرونتيشن ميثود. حضرتك انت الطبيب وانا المريض دلوقتي، عشان ده اسهل كده في الشرح، على في الفيديو هيبقى اسهل. فانا هغمض عين كده لان قلنا وان فيكسد اي، وهثبت في عينك انت، يبقى الوان فيكسد اي هو عين حضرتك انا مثبت فيها، وانت هتجيب صباعك، ده مش صباع انا، ده صباعك انت، وهتحركه فوق راسي كده وتقول لي شايف 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 شايف، خلاص كده. اقول لك اه دلوقتي شفته. تحسب الزاويه بقى ما بين صباعي وعيني والفيكسد اي، تطلع 50 درجه. هتجيب صباعك، ده صباعك مش صباعي، من تحت كده انا مش شايفه كده، وبعدين تحركه تقول لي اول ما تشوفه قول لي، اقول لك شفته دلوقتي. تحسب الزاويه ما بين صباعي وعيني والفيكسد اي اللي هي عين الدكتور اللي هو حضرتك انا المريض. طب عاوز تشوفها تمبرالي، انا مثبت في عينك، هتجيب صباعك، ده صباعي من ورا كده راسي، وبعدين تقول لي لما تشوف صباعي قول، تحركه كده هقول لك شفته، دخل في الفيد. تحسب الزاويه ازاي ما بين النقطه دي وعيني والفيكسد بوينت اللي هو عينك؟ هتلاقي الزاويه دي 90 درجه. دي اسمها كونفرونتيشن ميثود، لان انا في مواجهه الطبيب اللي هو حضرتك ومغمض عين، لان احنا تعريف الفيجوال فيلد وان فيكسد اي، وفين البوينت اوف فيكسيشن؟ عين حضرتك، وفين الاوبجكت؟ صباعك. هتجيبه في الاربع اتجاهات الاساسيه، من فوق اول ما يظهر اقول لك هتلاقي الزاويه 90، من تحت اول ما يظهر اقول لك هتلاقي الزاويه تنقص، لا هنا اسف اسف انا اسف سوري، هتجيبها من تمبرالي هتلاقي الزاويه 90، وهنا نيزلي هتلاقيها 50، من تحت 80، من فوق طبعا عشان سوبر اوربيتال ريجس 50. يبقى قلنا تملي الفرق 30، اوسع ما يمكن لان مفيش حاجه خالص، يبقى 90 تمبرال وبعدين نيزل 60، هتبقى من تحت 80 وشيل 30 يبقى 50، تملي الفرق 30. تاني
انتوا قلوها يبقى بره اوسع حاجه 90. طب نيزل يبقى عكسها تمبرال 90، هتشيل كام؟ 30، تبقى 60. تحت 80 شيل 30، دي اقل حاجه عشان سوبر اوربت ريجس التاندا دي بتخليها 50 درجه. ولا تنسى ان هو اتس نوت سيركولار. طيب برضو في العملي سؤال مضمون يا ولاد، تعال نعرفه مع بعض. دلوقتي احنا هناخد ليجن في الفيجوال، في الفيجوال باثوي. عايزين نتفق الاول، احنا هناخد ليجن في الاوبتيك نيرف، وبعدين الاوبتيك كازما، وبعدين الاوبتيك تراكت، وبعدين لاترال جينيكال بودي، اوبتيك راديشن اريا 17، وبعدين اريا بعد كده هناخد اريا 18. دول الليجنز اللي هناخدهم. عايزين نتفق مع بعض الاول. تفتكر العيان لما هيجي يشتكي لك لو مقطوع، لو بايظ عنده التمبرال فايبرز هنا مثلا، هل هيقول لك يا دكتور انا الجزء الخارجي من العين بايظ اللي هو التمبرال، ولا انا مش شايف النيزل؟ فكر معايا في دي. هي دي زي بستغرب لما الاقي شارح زميل فاضل يبتدي الشرح من غير ما يوضح اهم نقطه، ليه؟ لو وضحتها انا مش محتاج اشرح لك الامراض، خلاص انت فاهم. انا مريض بايظ عندي التمبرال فايبرز دي، حاجه اقول لك يا دكتور انا بايظ عندي الجزء الخارجي من العين، ولا انا مش شايف لجوه الجزء النيزل؟ لان الجزء النيزل قلنا الضوء بيمشي في خطوط مستقيمه بيدخل من البيوبل اللي يتشاف على التمبر. طبعا هقول لك انا مش شايف النيزل يا دكتور. فاتفقنا كاطباء، اسمع الجمله دي حلوه قوي، ان احنا نكسبريس الديزيز، نعبر عن المرض، نسمي المرض in term of patient words، بالكلمات اللي بينطق بها المريض، نعبر عنها بالكلمات اللي هو بيقولها. بمعنى لو انت حضرتك لقيت مرض اصاب التمبرال فايبرز، يبقى العين ده مش شايف النيزل، يبقى هنسمي المرض نيزل انوبيا. قلنا اوبيا يعني يرى، انوبيا يعني عمى، يبقى عنده عمى في الناحيه النيزل. يبقى اتفقنا يا ولاد؟ لو فهمت دي الباقي كله تحصيل حاصل، كانه تمرين على قاعده. فانا بستغرب ان واحد يبتدي التمرينات مع الطلبه من غير ما يضع القاعده. يبقى القاعده ان في الفيجوال ليجنز الديزيزز ار اكسبريست ان تيرم اوف كامل انت بيشنت ووردز. لو باظ التمبرال يبقى مش شايف النيزل، باظ النيزل يبقى مش شايف، كملها انت تمبرال. طيب هنيجي اول ليجن، انا راسم لك هنا الليجنز اهي اللي هي القطع ده، وراسم لك هنا الفيلد حصل فيه، حتى انا مراعي ان الفيلد ما هوش سيركل، مش مراعيها هنا قوي يعني، انما هنا مراعيها. نيجي اول عيان عنده ليجن في الرايت اوبتيك نيرف هنا، لسه لا حصل كروسنج ولا يحزنوا، مفيش اي كروسنج. زي اشهر مرض بيعمل العمله دي بيبوظ الاوبتيك نيرف، الدابيس ميليتس. خلاص يبقى حصل بلايندنس اوف رايت اي، اهي اللي باللون الاسود يعني مش شايف. يبقى هنا مفيش اي كروسنج، لسه النيرف بتاع العين اليمين باظ عليه، مش هشوف ان العين مش شايفه، يبقى بلايندنس اوف ايه؟ قول معايا بلايندنس اوف رايت اي. تاني ليجن واحد عنده برين تيومر، بيتيوتري تيومر متسنطره، كسرت الاثنين نيزل، التو نيزل فايبرز اتقطعوا، يبقى مش هيشوف ايه؟ يبقى مش هيشوف الانتمبرال، يبقى هنا مش شايف وهنا مش شايف، دول مش شايفين. فنسميه، بص الاسم جميل قوي قوي، يعني يجي يقول لك يا دكتور انا مش شايف الناحيه دي لبره ولا الناحيه دي لبره، يبقى عنده باي يعني اثنين تمبرال هيمي انوبيا، باي تمبرال هيمي انوبيا. وحتى انا كنت شرحت ان هذا العيان اللي هو مش شايف اللي بره كانه بالظبط باصص في تيوب، ما هو مش شايف كده بره ولا كده بره، ما هو مقطوع عنده اتنين نيزل فما يشوفش التمبرال، فيبقى كانه باصص في تيوب، فنسميها تيوبال فيجن، كانه باصص في انبوبه، او تيوبلار فيجن، او كانه باصص في تلسكوب، تلسكوبك فيجن.
يعني خدت بالك حتى في المرض ساعات بيقولوها بطريقه العيان، يا دكتور كاني باصص في تلسكوب بتاع غواصه كده مش شايف لبره، كاني باصص في انبوبه ورق حاطط، عارف لما نحط كده حاجه انبوبه ورق ونبص فيها نشوف لقدام بس، يبقى تيوبال فيجن او تيوبولار فيجن صح او تلسكوبيك فيجن. وده اشهر مثال فين يا اولاد؟ في الاكروميجالي، لان الاكروميجالي سبب التيومر في البيوتري مسنط الروح بياخد الاثنين نيزل. طبعا لو كافيرنس ساينس الناحيه دي تمدد حصل فيه انيوريزم فخد التمبرال بتاع العين دي، وعيان سائل حظ جدا جدا جدا، الكافيرنس ساينس الناحيه الثانيه خد التمبرال بتاع الناحيه الثانيه، يبقى هنا انت قولها بقى، وده اكستريملي رير على فكره، اتاخد الاثنين تمبرال في العينتين خلاص، يبقى العين ده مش هيشوف ايه بقى، مش هيشوف الحته اللي في النص، يبقى شايف لبره بس، لكن لان النيزل هو اللي سليم فيشوف لبره بس خلاص، لكن ما يشوفش في النص، يبقى عنده باي نيزل هيمي انوبي، ودي اكستريملي رير، باي نيزل هيمي انوبي. لو اتضرب الاثنين تمبرال تبقى باي نيزل هيمي انوبي، اللي هي زي باي لاترال انوريزم اوف كافيرنس ساينس ويتش از اكستريملي رير يا اولاد. طيب نرجع ليجن في اوبتيك نيرف اوبتيك تراك، هو ده نيرف ده كازما ده اوبتيك تراك، او لاترال جينيك البادي في الثلاثس او في اوبتيك راديشن او في اريا 17، يعني اربعه ليجنز هم 3 4 5 6. انا عايزكم تساعدوني لان انا الحقيقه بدون مساعدتكم مش هقدر اوصل، انا هحط القاعده وانتم تساعدوني خلاص. يبقى في هذا المريض باظ التمبرال فايبرز بتاع نفس الناحيه، الناحيه اليمين اهو اللي بلون الاسود اهو باظ، وباظ مين بقى؟ باظ النيزل اللي هو بالازرق اللي جاي من الناحيه الثانيه، في الثلاث عينين دول بتاع الاوبتيك تراك والاوبتيك واللاتراجيكال بادي والاوبتيك راديشن واريا 17. لما يبوظ التمبرال بتاع نفس العين يبقى يضيع النيزل بتاع نفس العين اهو، لكن لما يتقطع النيزل اللي جه وعمل كروسنج من الناحيه الثانيه النيزل ده بيشوف مين؟ بيشوف التمبرال، يبقى يضيع التمبرال بتاع العين الثانيه. يبقى انا قطعت التمبرال هنا فيبوظ النيزل، وقطعت النيزل اللي جاي من ناحيه فيبوظ التمبرال. تعالى بقى عشان تفهمها العين ده هيبقى وضعه ايه. انا كده حضرتك تمام، هاجي انا هذا المريض اللي مقطوع عنده ناحيه الرايت، ابص ناحيه الليفت كده، في شخص قاعد هنا على الليفت ما شوفوش ليه بقى؟ لان الشخص تابع معايا على الليفت ده صورته هي جايه كده، في العين دي هتدخل بالبيبل وتسقط على التمبرال، انما في العين دي هتدخل بالبيبل وتسقط على النيزل، انا التمبرال بايز والنيزل اللي عدى مقطوع، فصوره الشخص اللي الناحيه دي بتقع على مين؟ على التمبرال بتاع العين دي والنيزل بتاع العين دي، فانا ابص للشخص ده مش شايفه خالص خالص خالص، ابص للشخص على الناحيه بتاعتي اللي فيها الليجن هي الناحيه اليمين شايفه زي الفل، عارف ليه؟ لان صورته بتقع على النيزل بتاع العين دي اللي ما جراش حاجه، وبتقع على التمبرال بتاع العين دي زي الفل. يبقى نفاجئ بحاجه في الطب في منتهى الغرابه، نفس الشخص في ناحيه اعمى تماما وفي ناحيه تانية مبصر تماما، يبقى عنده هومونوماس هيمي انوبيا، عمى نصفي متجانس، لان النص ده مش شايف والنص ده شايف، يبقى هيمي انوبيا بس متجانس، ناحيه الناحيه دي انا اعمى تماما والناحيه دي انا شايف تماما. طب انا انهي ناحيه اللي اعمى فيها؟ انا الليجن هنا يمين مش شايف الشمال، فيسموها كونترالاترال هومونوماس هيمي انوبيا، يبقى ثلاث كلمات، يبقى انا ناحيه مش شايف وناحيه شايف يبقى هي هيمي انوبيا، ناحيه مش شايف خالص وناحيه شايف كويس قوي يبقى متجانسه هومونوماس هيمي انوبيا، القطع يمين ومش شايف شمال يبقى كونترالاترال هومونوماس هيمي انوبيا، وهوريك اهي انا كاتبها على الاربعه ليجن بطول الصفحه اهي، كونترالاترال هومونوماس هيمي انوبيا. ده في ليجن فين؟ 3 4 5 6 اللي هم مين؟ اوبتيك تراكت، لاتراجينيكال بادي، اوبتيك راديشن، وبعدين اريا 17. طب هتقول لي ايه الفرق بينهم؟ هقول لك ايه الفرق؟ في كل واحده في فرق، بيجي سؤال مهم جدا. ذكرني بمسار اللايت ريفلكس. اللايت ريفلكس ده بروتكتيف ريفلكس، يبقى ربنا عاوزه
بيبروتكت العين، بيعمل كونستكشن عشان ما فيش ضوء يدخل يدور العين يعمل لها التهاب. يبقى ربنا يحب يعمله سريع ولا بطيء؟ انت جاوب معايا، ما احنا ديسكشن مع بعض، انا متخيل انك قصادي بتجاوب. بروتكتيف، اي بروتكتيف ريفلكس لازم يبقى سريع. يبقى ربنا اثر ولا طول الباث واي؟ ياثر الباث واي حتى تاملنا فيها. عشان كده هذا الريفلكس ما بيعملش ريليف في اللاترال جينيك للبادي يعني. وحتى انا تاملت ليه توقف يعني، ليه ما راحش اللاترال جينيك للبادي؟ لان هنا هنعدي من نيرون لنيرون في سينابتيك ديلي، ان ربنا حتى السينابس دي مش عاوز ضعف فيها وقت. فمسار اللايت ريفلكس هيبقى اوبتيك نيرف، اوبتيك كازما، اوبتيك تراكت، تراكت اهو عدى في التراكت ويروح للميد برين ويرجع تاني للقلب. اذا لو انا عملت ليجن في الاوبتيك تراكت يبقى اللايت ريفلكس از ابسنت لوست اهي، لان هو بيمشي. انما من اول اللاترال جينيك للبادي، من اول ما هعدي سينابس الاوبتيك راديشن لاريا 17 اللايت ريفلكس از بريزنت از سبيرت في الليجنز دي. يبقى ده الفرق بين 3 و 4، ان هنا اللايت ريفلكس ابسنت اهي، انما هنا اللايت ريفلكس بريزنت. طب ايه الفرق بين 4 و 5؟ دي لازم نتفرج مع بعض ما هو الفرق بين 4 و 5. يعني ايه فكره الاوبتيك راديشن؟ كنت وريتكم فيها صوره جميله، احب اوريها لكم تاني. هو ليه ربنا عمل سبحان الله اوبتيك راديشن؟ انه لما نوصل لللاترال جينيك للبادي هنا اهو كده، كان ممكن نروح من الثالاموس للاوكسيبتال كورتكس لاريا 17 على طول كده. لا، ربنا ما يعملش كده ابدا. هنا في البرين، شوف كبير ازاي، يبقى في فرصه ان احنا نعمل راديشن، شويه فايبرز يطلعوا لفوق للباراتال لوب وشويه ينزلوا لتحت للتمبرال ويرجعوا يتلموا هنا في الاريا 17. انا لما كنت ببوظ الاوبتيك تراكت في ناحيه واحده او الثالاموس في ناحيه واحده، كان بيحصل لي هيمي انوبيا، بفقد نص الفيجن، لان انا طبعا عندي الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه في ثالاموس وفي اوبتيك تراكت في العين الثانيه. فلما باخد الاوبتيك تراكت بتاع عين او الثالاموس بتاع عين بفقد النص، كونترالاترال هورمونس هيمي انوبيا. شوف بقى الروعه هنا، لما الاوبتيك تراكت يتقسم لحتتين، حته لفوق تروح البارايتال وحتى لتحت تروح التمبرال، يبقى انا صعب، فكر معايا، بص للرسمه، صعب ليجن ياخد كل دول. ده ايه ده؟ يبقى برين تيومر رهيب جدا، يبقى العين توفاه الله من زمان. فغالبا هياخد البارايتال بس او التمبرال بس. يعني لما باخد الكل هنا سواء تراكت او ثالاموس بفقد النص. طب لما اخد النص افقد ايه؟ مين يقول لي بقى؟ لما باخد كل الاوبتيك تراكت على ناحيه او كل اللاترال جينيك للبادي على ناحيه بيحصل لي هيمي انوبيا، بفقد نص. طب لما اخد نص ناحيه افقد الرابع، برافو عليكم، يبقى يحصل لي كوادرنت انوبيا. وبعدين فكر نفس الفكره، امشي مع مسار الضوء، الضوء اللي جاي من تحت اهو بيروح فوق اهو باللون الاسود، الضوء اللي جاي من فوق هيروح تحت. اذا لو انت لقيت الليجن في الباراتال تقول عنده انفيرو، هيفقد اللي تحت مش هيشوف اللي تحت، لكن لو لقيت عنده ليجن في التمبرال اهو مع الاحمر مش هيشوف اللي فوق، يبقى يحصل له سوبيرو. يبقى عكسها، اللي فوق يبقى انفيرو واللي تحت يبقى سوبيرو، والنص يبقى هتقول بقى نص النص يبقى كوادرنتالوبيا. شوف العظمه اللي هي. بعدين عاوز اقول لكم حاجه برضو جميله بينا وبين بعض كده، حتى انا في الرسمه دي يا اولاد لم اقدرها حسن التقدير. يعني المسافه من اول الريتنا لحد الثالاموس دي مش بالكبر اللي انا عامله، دي مسافه صغيره جدا. معظم المسافه بتبقى في الاوبتيك راديشن، يعني احتمال شوف حته كبيره جدا بالكتير تبوظ نص ناحيه، الناحيه بتدي النص يبقى نص ناحيه تدي الربع. تمام؟ وعود اذكركم ايه ده، فاكر في الرسمه دي كانت ايه؟ دي الكونز والرودز، وبعدين ده الباي بولار سيلز وده الجانجليونيك سيلز. اوعى تنسى كلهم جوه الاي، الفيرست والسكند اوردر نيورون كله جوه الاي. ما علينا، نرجع تاني. يبقى الاوبتيك راديشن عمره ما هيتاخد كله، يتاخد ازاي كله؟ يبقى برين تيومر عاوزك تبقى فاهم ومتخيل مش حافظ، حابب اللي بتقراه، يتاخد ازاي ده كله؟
انهي تيومر ياخد ده كله؟ دي يبقى مات. لو تيومر بهذا الحجم يبقى غالبا هياخد بارايتال بس، اللي فوق يفقد اللي تحت او اللي تحت يفقد اللي فوق اهي، صح؟ يبقى هتغير الكلمه من هيمي انوبيا الى كوادري. كوادري يعني الربع، كوادري انتانوبيا. وبعدين في هذه الحاله يا اولاد هتبقى اللي فوق تحت، يبقى انفيرور البارايتال يدي انفيرور والتمبرال يدي سور اهي. لا انا اسف، انا لازم مش اغير كده، انا اغير الصوره، ارجع الصوره الاساسيه بتاعتي ده تمام. ده فكره الاوبتيك راديشن تبقى عارفها معايا. طيب فاضل بقى اريا 17. ايه الفرق في اريا 17؟ عاوزك تلاحظها بنفسك، اللي هي الفرق بين 5 و 6 في اريا 17 اهي. ايه رايك بص الرسمه كده وتاملها جليا ماليا وقول لي انت الفرق بين 5 و 6. بص كده كويس للرسمه وشوف ايه الفرق. يلا زي ما كان يقول لك طلع الفرق بين الشكلين عشان نشوف قوه ملاحظتها. طالب قال لي انا شايف اهم حته، الحته اللي في النص ما ضاعتش اللي هي الماكيولا. حصل ماكيولار سبيرنج، يبقى هيحصل كنترولات للهرمون المصيمي انوبيا نفس الكلام، بس احلى حته اللي بنشوف بيها الماكيولا اليوتي اللي هي في نصها الفوفيا سنترالس لم تتعثر. حتى قلنا ليه كنا بنشوف بالفوفيا سنترالس احسن ممكن؟ عشان ما فيهاش غير كونز بس، والكونز فيها 1 تو 1 كونكشن ومش متغطيه بالاذر ليرز، يعني ربنا ازاح الاذر ليرز. ده ليه الفوفيا سنترالس بتشوف كويس؟ ثالث سبب ليه الفوفيا سنترالس احسن نقطه، ان البيجمنتري لير وراها في الكرويد سودة قوي، فيها بيجمنتس جامده، عشان اي ضوء ما يسقطش على الريسبتور تمتصه، ما يحصلوش ريفليكشن ويرجع لها ثاني. يبقى ده سؤال شافوي، ليه احسن نقطه بنشوف بيها الفوفيا سنترالس؟ نقولها مع بعض ثاني، ان ما فيهاش غير كونز تتميز بوان تو وان كونكشن، مش كل الكونز فيها وان تو وان كونكشن للاوائل، فقط الكونز بتوع الفوبيا سنترالز وان تو وان، النقطه نقطه. ده اهم سبب، ده عليه 90% من النمره. طب ال 10% اللي فاضله؟ ان احنا عارفين ان الكونز والرودز دول اخر لير في الاوتر موست لير، طب اللير اللي فوقيهم بقى ازحهم ربنا على الجناب عشان يسقطوا دايركتلي على الكورنيا، تم ازاحه الاذر لير، نوت كفر باي اذر ليرز. طب ثالث نقطه انه البيجمنتس بيبقى دنس هنا، فاي ضوء ما يخبطش في الكونز ما يردلهاش تاني يلخبط الرؤيه، يبقى كومبليتلي ابزوربد البيجمنتس في الكرويد. تمام يا اولاد؟ طيب ليه بقى هنا الماكيولا از سبيرد؟ يعني ليه الماكيولا ما باظتش؟ اللي اهم نقطه، يعني في لما باظ اريا 17 اهم نقطه لا زي الفل على الناحيتين، يعني كنترات هرمون المصيمي انوبيا ده لكل حته ما عدا الماكيولا سبير. هي سبير للاسباب الاتيه. احنا قلنا ان كونز 1 تو 1 كونكشن، يبقى اول حاجه واهم سبب وايدر كورتيكال ريبريزنتيشن، واخده اريا كبيره في الكورتكس صعب ان المرض يصيبها كلها، دي اهم نقطه. طب نمره 2 انها دي الحته الوحيده في العين اللي بايلاترالي ريبريزنتد ان بوث كورتيسيز، يعني الماكله بتاع العين اليمين بتروح للكورتكس اليمين والكورتكس الشمال، فحتى لو بوظت الكورتكس اليمين هتسمع في الشمال، لو بوظت الشمال هتشوف باليمين. طب ثالث سبب هو معظم الليجنز ايه يا اولاد؟ فكرت فيها؟ يعني واحد اداك على الافاكل، يعني سوري لما اخذه، غالبا بتبقى فاسكولار، الفيس اللي بيغذي الحته دي تسد. هي بقى فتح ودانك لها دبل بلاد سبلاي، دبل بلاد سبلاي. طيب اخر ليجن، طب لو وصلت لي اريا 18 اللي هي السكند فيجوال اللي بنشوف بيها الوات والوير، قلنا هتبقى مع الاعتذار في التعبير اللي انت فاهمه، هتبقى انت حصان كبير، هتبقى شايف ومش فاهم، لا عارف الوات ان ده ابوها لما حكينا القصه، ولا عارف اذا كان ابوها جاي عليك وهيبهدلك ولا بيبعد عنك، مش عارف الوير. وعليه يبقى عندك حاجه اسمها فيجوال اجنوزيا، يعني مش لا تتعرف على المرئيات بصوره جيده، مش قادر تقدر ايه اللي انت شايفه الوات والوير بتاعه، فيسموها فيجوال اجنوزيا. دي واحد من اهم الموضوعات لان له تطبيق اكلينيكي زي ما انت شايف
اللي هو الليجن في الفيجوال باثوي وتأثيره على الفيجوال فيلد. خدنا كم ليجن بقى نقولهم في عجالة تانية يا أولاد؟ لو حصل أول ليجن في الرايت أوبتيك نيرف، الإجابة قولها أنت، blindness of right eye. طيب ناخد أوبتيك كازما، لو خدت بوث نيزل فايبرز وهو الأشهر اللي هو في الأكروميجالي في البيتيوتري تيومر اللي متسنطرة، بوظت الاتنين نيزل، أظن تعرفت اللعبة. اللعبة إنك تعكس، لما تلاقي الفايبر اللي بايظة نيزل يبقى العيان مش شايف تيمبرال، العيان الفايبر اللي بايظة تيمبرال يبقى مش شايف نيزل، اللي بايظ الفايبر اللي فوق يبقى مش شايف تحت، الفايبر اللي تحت يبقى مش شايف فوق. لعبة سهلة إيه وجميلة. يبقى لو أنا بوظت بوث نيزل يبقى العام مش هيشوف بوث تيمبرال. طب سميها انت بالله عليك، بوث يبقى باي، تيمبرال هيمي انوبيا، عام نصفي، ما هو هيمي يعني نص، وان يعني لا، واوبيا يعني بصر، انوبيا يعني عام، هيمي انوبيا عام نصفي، لمين؟ للاثنين تيمبرال. ليه؟ لانك انت مبوظت الاثنين نيزل. طب قلنا في الرير كونديشن اللي فيه انيوريزم في الكافيرنا الساينس، ضرب الناحية التيمبرال بتاع الناحية دي وضرب التيمبرال بتاع الناحية دي بلاقة، يعني اكستريم رير، يبقى ضربت الاثنين تيمبرال، قولها انت، يبقى هفقد الاثنين ايه؟ اسمعها من الاثنين نيزل، باي نيزل هيمي انوبي اكستريم رير. ليجن 3 4 5 6 اوبتيك تراكت، لاتراجيك البادي، اوبتيك راديشن، اريا 17 اللي هي البرايمري فيجوال اريا اللي هي ستريت اريا، يبقى انا بايظ عندي التمبرال بتاع الناحيه دي والنيزل اللي جاي لي من الناحيه الثانيه. طب ما انا صوره الشخص انا بتكلم عن الناحيه الرايت، صوره الشخص اللي على الليفت، فكر فيها، تخيل شخص على الليفت صورته هتضرب في انهي تمبرال في العين اليمين؟ في التمبرال بتاع اليمين، وهتضرب في النيزل بتاع العين الثانيه، يبقى انا مش شايف الشخص اللي على الشمال. انما لما ابص في الناحيه المقابله، لا هيجي على العين على التو فايبر السلام دول، لما ابص على الناحيه المقابله يجي على الاثنين السلام دول، يبقى انا عندي هيمي انوبيا. القطع يمين انا مش شايف شمال، لكن شايف الشخص عينين كويس قوي، يبقى هومونوماس هيمي انوبيا، عام نصفي متجانس، القطع يمين وانا مش شايف اللي على الشمال، يبقى كونترالاترال هومونوماس هيمي انوبيا. طب ايه الفروق بقى الاوائل؟ هنا اللايت ريفلكس بيمشي اوبتيك نيرف، اوبتيك كازما، اوبتيك تراكت، واول سينابس ربنا يقول له ارجع، يبقى مشي في اوبتيك نيرف كازما تراكت، مشي في التراكت، يبقى اللايت ريفلكس از لوست اهي، حتى اوريها لك اللايت ريفلكس از لوست. طب في اربعه؟ لا ما احنا ما رحناش، ده اهم حاجه في اللاترال جينيكال بودي يا اولاد، كان ان نوري لي ان لاترال جينيكال بودي، يبقى اللايت ريفلكس از سبيرد. طيب في خمسة وستة بيبقى اللايت ريفلكس سبيرد، بس ايه الفرق بين خمسة وستة؟ تعال نشوف. في خمسة ده اللي هو الاوبتيك راديشن، وريتكم الصوره، صعب الراديشن تيومر ياخده كله، فلو خد البارايتال هفقد الانفيرور، البارايتال فوق يبقى ما اشوفش لتحت، لو خد التمبرال اللي تحت لوب يبقى ما اشوفش لفوق اللي هو السوبيرور. طب لما بقطع ناحية بفقد النص، لما اقطع نص ناحية افقد نص النص، تبقى الربع، تبقى كوادري، كوادرينتانوبيا، كوادرينتانوبيا اهي، يا انفيرو يا اما سوبيرو، كوادرينتانوبيا. اما اريا 16 اريا 17 اسف نمرة 6 اريا 17 اهي، انت شفتها بنفسك، إن سبحان الله وراء الخلق خالق يا ولاد، ان احلى حته ربنا سابها لي، اللي انا ما ببص في كتاب انا بحطه على الفوبيا، لما ببص لحضرتك وبكلمك في وسط جموع الناس بوجه الكلام ليك انت بس، انا حطك في قره عيني، حطك في الفوبيا سنترالز، طبعا بالمعنى العلمي والمجازي. ليه الماكله ما بتتاثرش؟ لان الماكله وايد كورتيكال ريبريزنتيشن، الكون وان تو وان كونكشن، كل كون له وان كورتيكال سيل. مفيش هذا الكلام للاوائل غير فين؟ قولوها انتوا، مش في الكونز، الكونز مش الاوائل، الكونز بتاعت الفوبيا سنترالز هي الوان تو وان كونكشن. فطبعا كونز كتيره واخده كورتيكال سيلز كتيره، يبقى ايدر كورتيكال ريبريزنتيشن صعب تتاخد كلها. طب نمره اثنين،
ان كل ماكلة is bilaterally presented in both cortices. الماكلة اليمين ممثلة في الكورتكس اليمين والشمال. وثالث حاجة هو الليجن سببه ايه غالبا؟ interference مع blood supply. هي بقى عندها double blood supply. ده كان اهم موضوع في هذه المحاضرة ومهم في العمل جدا يا أولاد وفي الMSQ. وآي ثينك ان احنا يعني انجزنا واوجزنا. ولا تنسى ان في اريا 18 و19 هتبقى شايب بس مش فاهم، هتبقى زي الحصان فيجوال اجنوزيا اهي. طيب عندي موضوعين صغيرين في الفيجن ثم بعد كده ننتقل باذن الله للهيرينج، اللي هي فيجوال اكيوتي يا اولاد. ليه حدة البصر فيجوال اكيوتي؟ الحقيقة الفيجوال اكيوتي حدة البصر حاجة عاملة زي، هي نوع من انواع التو بوينت ديسكريميشن. It is the ability to see two points as two separate points. يبقى شوف الديفينيشن الاوائل، مش الابيليتي تو سي تو بوينتس اس تو سيبريت بوينتس. ما انا ممكن اشوف النقطتين مع بعض بشوفهم اتنين بس لازقين في بعض، لا انا عاوز كل نقطه مستقله بذاتها. يبقى الابيليتي تو سي تو بوينتس اس تو سيبريت بوينتس، خلاص زي ما كنا بنقول هناك الابيليتي تو فيل تو تاتش بوينتس سيمالتينيسلي اس تو بوينتس. عشان كده بقول لما يقول لك الفيجوال اكيوتي دي في التاتش تعادل ايه؟ تعادل التاكتايل ديسكريميشن. بس طبعا التو بوينت ديسكريميشن ما بقولش تاتش ولا فيجن، لما اقول تمييز نقطتين احسن في التاتش ولا في الفيجن؟ لا طبعا في الفيجن وبما لا يقارن، خاصه في الفوبيا سنترالس. طيب يبقى الابيلتي تو سي تو بوينتس اس تو سيبريت بوينتس. طب ايه الريكويرمنتس؟ قال لك في احد تو ريكويرمنتس، احد شرطين، اذا توافر واحد بيتوافر الثاني بصوره اوتوماتيكيه. يعني اذا وفرنا واحد الثاني هيتوفر بصوره اوتوماتيكيه. تمام، انا بعد شويه يا ولاد ممكن ابقى اسيبكم دقيقه بس نجيب، لان الضوء ابتدى يقل هنا شويه، لكن انا اتصور لحد دلوقتي شايفين كويس، فممكن ناخد دقيقه في زياده الضوء نجيب اباجور ولا حاجه. قال لك لابد ان يتوفر احد شرطين. انا بحب اقولها بطريقه لطيفه، شرط بره وشرط جوه. خد بالك انا اقول ما اعني واعني ما اقول. انا قلت لابد ان يتوافر، سمعتني كويس، احد شرطين، ما قلتش لابد ان يتوافر شرطان، قلت احد شرطين، لان لو توفر واحد التاني بيتوفر بصوره اوتوماتيكيه. ففي شرط بره اللي هو الفيجوال انجل. تعال نشوف ايه الشرط اللي بره ده الفيجوال انجل. نبص على الرسم، انه الزاوية ما بين التو بوينتس، ما هي دي فكرة العلامات بتاعت، فاكر يعني اللوحة بتاعت البصر، ما انت عشان تعرف الدائرة دي مفتوحة منين لازم تشوف دي منفصلة عن دي وما بينهم حتة بيضة. فلازم التو بوينتس يعملوا عند النودال بوينت اوف ذا اي زاوية مقدارها 1 مينت. زاوية مقدارها 1 مينت. واحد يقول لي هي ال 1 مينت دي ايه؟ هقول له الساعة بتنقسم إلى 60 دقيقة، كذا الدرجة بتاعت المنقلة، في منقلة بتبقى 180 درجة، كل درجة فيها تنقسم 60 دقيقة، يعني اكشلي ال 1 مينت دي، شوف عظمة الخالق، واحد على 60 من الدرجة بتاعت المنقلة اللي هي 180. يبقى ده أول شرط. طب فين الشرط التاني بقى؟ اللي هو الشرط اللي جوه، قال لك إن التو إيمجز الصورتين بتوع النقطتين، النقطة دي والنقطة دي، لابد أن يقع على two cones separated by at least one unstimulated cone. يبقى يقع على two cones ما بينهم على الأقل cone unstimulated، كون واحد. طب طالب قال لي فهمني، يعني لأن الناس كده بتغلط وتقول لازم two images يقع على two cones. لا أنا بقولش two cones، two cones separated by at least one unstimulated cone. طالب قال لي طب فهمنا، قلت له فهمها بسهولة شديدة. ناخد معلومات عامة، هو ازاي حضرتك بتشوف الخط؟ كل نقطة في الخط بتستيميليت كون، كل نقطة بتستيميليت كون.
فلما النقاط تستيميليت adjacent cones, cones متجاورة, تشوف النقط متلاصقة تشوفها خط. يبقى فهمت ازاي بنشوف الخط؟ بيعمل استيميليشن لتو كونز, لمجموعة كونز متجاورة, فالنقط تبقى متلاصقة فنشوف خط. انا قلت لا, انا مش عاوز كده, انا عاوز اشوف كل نقطة مستقلة بذاتها, مش عاوزهم اشوفهم متلاصقين, عاوز ما بين النقطتين يبقى في حتة بيضة. حتى بقولها كده, يبقى في بياضة عشان ما تنساهاش, يعني نقطتين وبينهما ايه؟ بياضة. خلاص, يبقى النقطة دي استميت الكون الاسود, والنقطة دي استميت الكون الاسود. طب مين يديني البياضة اللي هي الحتة البيضة اللي هتعمل سيباريشن؟ يبقى كون انستيميليتد اللي هو الاحمر. فهمت بقى؟ يبقى عشان اشوف كل نقطة كنقطة مستقلة بذاتها, كمل انت, لابد من ان يتوافر. هتقولها ايه بقى؟ يتوافر شرطان ولا احد شرطين؟ في الاجابة الصح احد شرطين. شرط بره اللي هو البوينتس في الفيل, وشرط جوه اللي هو الايمجز على الريتنا. يبقى افتكرهم, واحده بره واحده جوه, واذا توفر واحد توفر الثاني اوتوماتيكي. فالنقطتين اللي بره ده تو بوينتس يعملوا عند النودال بوينت زاويه مقدارها 1 مينت. يعني ايه 1 مينت؟ مش هنحفظ السلام, واحد على 60 من الدرجه. او ان التو بوينتس الايمجز بتاعتهم على الريتنا, الايمج بقى بتكلم على الايمجز, يعملوا ستيميليشن لتو كونز سيباريتد by at least one unstimulated cone. طب عارف قاعدة الكون بتاخد قد ايه تقريبا؟ عشان في ناس تحب تغلس عليك, 2 مايكرونز. فلازم النقطتين عشان ياخدوا ما بينهم كون unstimulated يبعدا, دي طريقة تالتة بقى للتعبير للناس اللي تحب ترزل, اكتر من 2 مايكرونز عارفتنا. تمام؟ طب معلومة جميلة اعتبرها فقط معلومات عامة. الناس اللي عندها بصر احسن من 6/6, يعني حد البصر جدا, بيبقى كونجينيتالي ايه اللي عندهم؟ ممكن يقربوا النقط لمسافه اقرب من 2 مايكرون ويشوفوا السيباريشن برضه, يشوفوا البياض. عارف ده ليه؟ عشان الكونز بتاعتهم صغيره جدا, عندهم كونجينيتال سمول كونز اقل من 2 مايكرون, فيقدروا يقربوا عن 2 مايكرون وما زال في كون انستيميليتد. فقط معلومات العامة. طيب نيجي النقطة الثالثة, how to test الحكاية دي. بنتست الحكاية دي باللاندولت chart او السنيل الفابيتيكال letters. اللي انت شايفه دي اللاندولت اللي هي البروكن سيركتس اللي هي الدوائر المكسورة دي, دي اسمها اللاندولت. او في ساعات بيبقى حروف اللي هو بيسموها سنيل الفابيتيكال letters, يعني في لوحتين. دي اللوحة الاشهر اللي هي البروكن سيركتس اللي هي بيسموها اللاندولت chart. الحقيقة اللوحة دي مش مرسومة هبهزة, ده هتتسئل فيها في العمل وفي النظري ممكن تجي لك. الدائرة الكبيرة دي تحقق الشرطين من مسافة 60 متر, يعني مرسومة علميا بحيث لو وقفت على البعد 60 متر من اللوحة ربنا ما يفتحش عليه غير بالدائرة الكبيرة بس. طب واللي تحتها على بعد 36 متر وبعدين 24 وهكذا, بتحفظ 18 12 لحد اخر صف تحت يحقق الشرطين على بعد 6 متر. ونحن لا نظلم احدا, يعني ايه؟ احنا بقى هنوقفك على اقل بعد اللي هو كم متر؟ 6 متر. فمفروض حضرتك تجيب اللوحه من فوق لتحت, انك واقف على اصغر واحده اللي هي 6 متر. فلو حضرتك وانت على بعد 6 متر لن ينعم الله عليك غير برؤية الكبيرة, فنقول نظرك 6/60. ودلوقتي بس هتفهم ليه بنقول 6/60, هقولها في عربياتنا الجميلة. لأن وأنت تقف على بعد 6 أمتار بترى ما كان ينبغي أن يرى على بعد كمل 60 متر. أنت وأنت تقف على 6 بتشوف اللي يشوف الطبيعي على بعد 60, فانت نسبتك الى الطبيعي 6/60, عشان كده بيقولوها 6/60. ده الفكر. نيجي هنسالك سؤال جميل قوي. طب احنا ليه عاملين لوحه يعني اقل صف فيها 6 متر وعندنا مشكله القوه بال 6 متر غالبا بتبقى اقل 4 متر ولا ما شابه, ونضطر نحط مرايه؟ طب ليه ما عملناش ونقدر نعمل لوحه تتشاف فيها الدوائر على بعد اقل من 6 متر زي اللي قصادك اوريدي دي, ما انت قاعد حاطط وشك في
في السمارت فون بتاعك او ما شابه وشايف العلامات. ليه بنعمل اقل خط على 6 متر ونصر انك تقف على بعد 6 متر؟ ما تقربش عن كده، غير مسموح تقرب عن 6 متر. الإجابة لذيذة جدا، لأننا نريد أن نرى قوة إبصارك بدون أكوموديشن، مش عاوزينك تستخدم الأكوموديشن. والإنسان تحت 6 متر، تحت 6 متر بيستخدم الأكوموديشن، فإحنا نريد أن نرى قوة الإبصار بدون أكوموديشن. عشان كده عاملين اللوحة أصغر خط فيها يتشاف على بعد 6 متر، ونصر انك تقف على 6 متر عشان ما تستخدمش اكومديشن، وحتى الاوضه صغيره هنستعيد بمرآة عشان نعوض الفرق ده. يبقى لو 3 متر يبقى 3 و3 جوه المرآة، يبقى كانها 6 متر. السؤال بعد كده، طب ايه النقطه الاخيره، ايه الفاكتورز افكتنج فيجوال اكويتي؟ طبعا الاليومينيشن، الضوء، كل ما الضوء بيخفت بيبقى الرؤيه مش كويس. خلاص، وانت فاهم ليه، هنسألك ليه لما الضوء بيخفق ما بتشوفش كويس، غير نقص الانتنسيتي اوف ذا ستيمولس. مين شاطر يجاوب؟ انك بتعمل بيوبيلو دايليتيشن، فبتستخدم مور بريفرال بارتس اوف لينز، فبيبتدي يحصل كروماتيك اند سفيريكال ابريجنز. طب تاني حاجه الكونتراست، عشان كده بيرسموا اللوحه باللون الاسود، العلامات على خلفيه بيضاء. وطبعا لو انت اغنى شويه اللوحه تبقى مضيئه، illumination and contrast. بعدين تاني عامل اللي هو البيبيلي كونستكشن، لان قلنا البيبيلي كونستكشن بيخلي البيبيلي يستخدم السنترال بارت اوف لينز بس، فبيمينيمايز الكروماتيك وسفيريكال ابريشن. يبقى هناخد اول اثنين حاجات طبيعيه اهي، ثلاثه واربعه انا بحب الالوان انها تساعدك في الفهم وحب النظام قوي، اللي هي امراض. لو عندك errors of refraction، وده الغرض اساسا اللي بنعمل visual acuity، لو عندك انحراف في البصر او في البصر، او eye diseases، ده هيأثر على قوة ابصارك. لو عندك مثلا atrophy في الماكيولا يوتي، بتحصل مع الاولد ايج، كل الناس الكبار في السن اللي ما بيشوفوش كويس بيحصل لهم degeneration of the macular uti، يبقى فاهم. طب هي ماكسيمم فين؟ هنسألك العامل الخامس طبعا في الفوبيا سنتراليس، وهتقول لنا ليه؟ لان ما فيهاش غير كونز، وفقط في الفوبيا سنتراليس يكون عنده 1 تو 1 كونكشن، وان الاذر ليرز تم ازاحتها، وان البيجمنتري لير وراها بتبقى هاي بيجمنتد هايلي ديفلوب، بحيث ان اي ضوء لا يقع على الكونز ما يحصلوش ريفليكشن ويعكسها. ده اخر موضوع مهم اللي هو الفيجوال acuity. يبقى هي لما يقول لك دي تماثل مين في السي ان اس، تقول له تماثل التو بوينت ديسكريميشن، لان نفس الديفينيشن اهو، الابيليتي تو سي تو بوينتس اس تو سيبريت بوينتس. ايه الريكويرمنتس؟ هتقول له اثنين، يا شرط بره التو فيجوال فيلدز يعملوا زاويه اومنت اد انجل، يا شرط جوه التو ايمجز يعملوا ستيميليشن لتو كونز separated by at least one unstimulated cone. يديني البياضة، وبقولها بياضة عشان تقدر تقول نفتكر تعليقاتك. يبقى لازم يكون unstimulated يديك البياضة عشان ما تشوفهمش لازقين في بعض زي الخط. وبعدين النقطة الثالثة، ازاي؟ وقلت طبعا ممكن separated by at least one cone unstimulated، الكون بيبقى القاعدة بتاعته 2 microns. وحتى فهمتك ازاي الناس اللي بيقول لك نظره 6 على 6 شارب، حد البصر عن شخص طبيعي ان الكونز اصغر، ممكن يقرب اقرب من 2 مايكرون وستيل يشوفهم. وفي لوحتين، اللاندلت اللي قصادك دي، وفي السنيلن الفابيتيكال ليترز اللي بيكتبوا فيها حروف. وقلت لك مرسومه ازاي، ان اكبر دايره تحقق هي الشرطين على بعد 60 متر، واخر واحده هنا 6 متر، ولابن وقفك على 6 متر هتبقى مستعد في الاجابه عشان ما تستخدمش الاكوموديشن. طب لو انت واقف على بعد 6 متر ما شفتش غير الكبيره، يبقى انت بترى ما كان ينبغي ان يرى على بعد 60 متر من الطبيعي، فانت 6 على 60. ثم تقول العوامل طبيعيه، الكونتراست والالومينيشن، البيبيلي كونستريكشن بيشيل الابريجنز فبيخليك تشوف احسن، وده برضو تفسير ليه الالومينيشن مهم. وبعدين الامراض زي الايرز والريفراكشن دي اهم حاجه، والاي ديزيزز. وبعدين بتبقى ماكسيم عن فويا سنترالس، وهنسالك ليه، الكون 1 تو 1 كونكشن، الاذر لايرز ار ديسبليسد اواي،
وبعدين ان البيجمنت رير ويل ديفلوب. نيجي بقى كلام اي كلام هنقوله في دقائق وبعدين ندخل على الهيرينج. الاي موفمنتس المسلز عندنا نوعان في الاي, في اكسترا اوكولار سبلاي اللي هم سوماتيك بالعصب الثالث والرابع والسادس 3 4 6. اهم واحد هو 3 طبعا اسمه اوكيلوموتور بيحرك كل العضلات ما عدا 2. نمره 6 معروف يعني من اسمه اسمه ابدوسد يبقى 100% بيعمل ابدكشن يبقى بيحرك اللاترال ريكتس. طب نمره 4 لقيتها صعبه فمن زمان عملت لها طريقه للطلبه يحفظوها بيها وخدوها بعد كده الناس بتوع الاناتومي انه بتحرك سوبيرو اوبليك نمره 4. فانت لو كتبت سلفر جروب اس او 4 يبقى سوبيرو اوبليك اس او و4 يبقى بنمره 4. انما نمره هما بقى مش عارف الناس بتوع التشريح لطاف فحطوا لها ال ار 6. دي مش رمز حاجه يا جماعه ودي مش محتاجه رمز. هو نمره 6 اسمه ايه؟ قول لي اسمه انا اقول لك بيحرك ايه. ابدوسد يعني بيعمل ايه في العين؟ ابدكشن يبقى لازم يحرك اللاترايتس. ولا تنسى العين فيها انتر اوكيلر ماسلز اللي هما بيبيلي كونستريكشن والسيلياري ماسل سبلايد بالباراسمباثيتك. اما البيبيلو دايليتور سبلايد بالسمباثيتك ده اللي هو الانترا اوكيلر ماسلز. وطبعا في بقى المولرز ماسلز عاوز تقول بتعمل اكسوفثالموس بالسمباثيتك تبقى يعني ده عاوز تسلي روحك. ايه انواع الموفمنتس في الاي تبقى عارف كده فكره عنهم. لما تنطط عينيك بين الكلمات وانت بتقرا في الريدنج بتستخدم حاجه اسمها سكادس اللي هو الجيركي موفمنتس اوف اي بول وتقدر تقرا يعني اكتر من 100 كلمه يعني تعمل 100 نطه في الدقيقه اكتر من 100 نطه. في ناس بيقولوا 120 180 الله اعلم غالبا بيقولوا 180 تقدر 180 كلمه تقراهم تنطط عينيك ما بينهم اسمها سكادس اللي هي الجيركي موفمنتس اوف اي بول بتوين ووردز الكلمات. وبتستخدم حاجه تاني في الريدنج الكونفرجنس عشان الكلمه تقع الفوفيا سنتراليس ان بوث ايز يبقى في الريدنج بنستخدم السكادس اللي هي الجيركي موفمنتس والكونفرجنس. طب في فيستيبولار موفمنتس يعني ايه فيستيبولار موفمنتس؟ يعني انت فيجوال فيكسيشن ات ذا هيد موفز وتعالى اوريها لك اهو. يعني سبوز انا بكلم حضرتك فالادب طول ما انا بكلمك يبقى بوجه لك نظري وفي نفس الوقت انا بربط الكرباط فبحرك راسي كده واخد بالك عينيا بتتحرك عكس الراس. لو الراس جت كده العين بتتحرك كده الراس جت كده العين بتتحرك كده ليه؟ تو فيكس الفيجوال فيلد. هنا الامبلس جاي منين؟ من الفيستيبيول اللي هو الاذن الداخليه اللا سمعيه يبقى ده اسمه فيستيبولار موفمنتس بتحرك الاي عكس اتجاه الهيد تو فيكس على الشخص الادب يقتضي وانا بكلمه. بعدين في عندي موفمنتس تانية اللي هي اسمها الفيكسيشن ان انا لما اكون بكلم حضرتك وبعدين واحد تاني سالني سؤال فاسيبك واروح له هو دي اسمها فيكسيشن. انا بعمل ايه؟ بعمل حركتين بعمل انلوكينج للاي لوكينج للاي ان نيو بوزيشن يعني هنقل الاي واقفلها في نيو بوزيشن. يبقى الاول لازم اعمل فولنتري انلوكينج يعني اسيب حضرتك انلوك كانت عيني مقفوله عليك افتحها بقى عشان احركها للشخص الثاني وده بيعملها اريا 8 ذن ده فولنتري. يبقى الاول ان انا سبتك فولنتري وبعدين عيني قفلت على الشخص اللي بيكلمني ان فولنتري فيكسيشن او لوكينج دي باريا 19 يسموا ده فيكسيشن. في بعد كده عندي كونجكت ديفيشن اوف بوث ايز دي احسن مثال ليها زي ما تكون بتتفرج على ماتش تنس يا اولاد. يبقى بتحرك عينك مع الكره يمين وشمال. انت ما خدتش بالك ان الحركه دي صعبه جدا هتقولي ليه مش واخد بالي. انا لما احرك عيني ناحيه كده الشمال يبقى بحرك عيني دي ناحيه الشمال دي بال لاترال ريكتس. ان انا بحرك عيني دي ناحيه الشمال بالميديا ريكتس. الميديا ريكتس سبلايد بالاوكيلوموتور نمره 3 انما اللاترال ريكتس بنمره 6 يعني تو نيرز مختلفين لازم يبقى في سنتر يمشيهم ان هارموني. الميديا ريكتس مع اللاترال ريكتس الناحيه دي بقى نعكسها وانا بتابع الكره الناحيه الثانيه. فده يسموه كونجوجيت موفمنتس اوف اي بول دي عاوزه سنتر واحنا قلنا معظم السنترز بتاعت الاي بتبقى في الميد برين واحيانا بتبقى في البونز بس الميد برين هو الاساس في الاي في معظم الريفلكسز اللي عملناها. دي الاي موفمنتس المشهوره يا اولاد. اخر سؤال بعد كده اللي هي الاوفثالموسكوب اللي هو منظار العين اللي هو بيبقى الطبيب على فكره مفروض منظار العين ده
بيبقى مش بس لأطباء الرمد والعيون، هنا بيستخدموه أطباء الأمراض الباطنة، وتفهم ليه. ده بيجي كده يحط الراجل يقرب منك جدا وماسك حاجة زي الكف كده ويبص من خلال البيوبل في عينك باستخدام إضاءة على الريتنا، خلاص يقدر يعرف إذا كان في ريتنال ديتاتشمنت، الريتنا فكت. دي سهل قوي، مفروض الريتنا تبقى ثابتة. لو ريتنا فكت من 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 كرة العين بتلاقي الريتنا بتلعب زي الستارة كده، يعني بتشوف منظر ريتنا الحمراء دي كأن ستارة حمراء في هواء بيحركها جوه. لو بصيت جوه لقيت لون الاحمر بتاع الريتنا ده بيلعب كأنه ستارة كده، ادي تشخيص الريتنا ديتاتش. مفيش اسهل من كده، مش عاوزة طبيب رمد. بص على الاوبتيك ديسك، لو لقيت الاوبتيك ديسك مليان مية سموها اوبتيك اديمة، ده احد الشور ساينز اوف برين تيومر. اللي عنده غالبا اولموست دائما هيبقى عنده برين تيومر. لو في اديمة الكاب بتاع الاوبتيك ديسك، الكاس بتاع الاوبتيك ديسك مليان مية سموها اوبتيك اديمة، ده بيبقى برين تيوم، سهل طبيب البطن يشخصه. بص على الفوبيا سنترالز، لو لقينا في الماكلة في ديجنريشن ودي في الاولد ايج قلنا يبقى الرؤية مش حلو. اقول لك اهم حاجة الامراض باطنة بقى، وده سؤال جميل جدا في الام اس كيو، فين المكان الوحيد في الجسم اللي وانت حي ترزق نقدر نشوف الارتريولز؟ ما بقولش ارتريز، شوف ركز يا بلون الاحمر، مفيش غير الريتنا. السؤال الثاني، طب ما هي اهمية رؤية الارتريولز في تشخيص مرضي العصر اللي هم الهايبرتنشن، الضغط اللي بيصيب ربع الناس فوق سن 50 سنة، نص الناس فوق سن 50 سنة وربع الشباب الهايبرتنشن، يعني اكتر مرض ناس كبار ربعهم عندهم هايبرتنشن، والشباب نصهم اسف، والشباب ربعهم عندهم هايبرتنشن، شباب تحت سن 50، خلاص. والديابيتس ميليتس مرض السكر، بتقدر تعرف الامراض دي من التغيرات اللي تحت في الارتروز. وازيد بجمله مهمه جدا هتاخدها في امراض باطن، ان يمكن تقسيم الجريد درجه الضغط او السكر اللي هم مرضي العصر لاربع مراحل، انا ممكن اقولهم لك بس وي هاف نو تايم، حسب التغيرات اللي بتحدث في الارتريولز. عشان كده دكتور امراض باطنه مع المحترم عنده اوفثالموسكوب ويبص على الارتريولز لتشخيص مرضي العصر هايبرتنشن والديابيتس ميليتس، ويقول لك انت في انهي درجه من الدرجات الاربعه في الهايبرتنشن والديابيتس ميليتس. استخدام اخر للاوفثالموسكوب اللي هو في الايرورز اوف ريفراكشن، في تشخيص الايرور ريفراكشن، مايوبيا، هايبرمتروبيا، استجماتيزم، حاجات زي كده. دي استخدامات الاوفثالموسكوب. وكده يبقى احنا خلصنا الفيجن، فجود لك. وبعد بالظبط هسيب حتى الفيديو شغال، بعد بالظبط يعني ادوني نص دقيقه بس اكون حطيت الاباجوره لالا يداهمنا الظلام واحنا شغالين، وهنبتدي الهيلينج. طيب نستأنف كده، احنا في السيف سايد ان كيس. عارفين طبعا في المور يو جو نورث في الشمال اللي بيبقى النهار اقصر بكتير والليل اطول، ايفن بقى في القطب فوق خالص يبقى السنه في نقطه القطب بالظبط 6 اشهر ليل و6 اشهر نهار، فهنا الدنيا تضلم بدري شويه. انما اهو thanks to Edison مكتشف المصباح الكهربائي في نيو جيرسي
لم الميديا في يوم في شارع رحته أنا وقال لهم النهاردة يحدث حدث لم يحدث في العالم. وهو إيه؟ قال لهم تعالوا 12 بالليل هتشوفوا إيه اللي بيحصل. وراح منور هذا الشارع في نيوجيرسي، وده كان بداية غزو الكهرباء للعالم. في لما توفاه الله إديسون فقالوا طيب تكريما لي نطفي بس يعني الكهرباء لمدة دقيقة واحدة، يعني تكريما نشوف ده الراجل ده هو اللي جاب الكلام ده كله. الحقيقة العالم لم يحتمل، وقال دي طريقة سخيفة جدا الاحتفال بذكرى، العالم لا يتحمل إغلاق النور ولا دقيقة واحدة، احنا نحتفل بيه بطريقة تانية. Thanks to Edison. طيب فكر الله امتدئ الهيرينج يا ولاد. Hearing الفيزيكس بتاعت الهيرينج الأول. الساوند ويفز اللي هو الموجات الصوتية عبارة عن waves of compression and rarefaction، يعني موجات من التضاغط والتخلخل. ده تعريفها، موجات من التضاغط والتخلخل. طيب ايه الفرق بين الساوندز واللايت، بين الصوت والضوء؟ تعال اوريك ايه الفرق ما بينهم. معلش نظبط شوية اكتر، نرجع لورا كده. معلش انا بشتغل كل حاجة هنا، يعني الصوت والاضاءة وكل حاجة، والمخرج والممثل منتج. سأهوب في النهاية تبقوا بتستفادوا باذن الله. ساوندز يا اولاد ايه الفرق بينه وبين اللايت؟ حاجتين. ان الساوندز دو نوت ترافل ان فاكيوم، ما بتمشيش في الفراغ، بينما الضوء بيجي لنا من الشمس لحد هنا في الفراغ. تاني فرق ان الفيلوسيتي اوف ساوندز لا تقارن باي طريقه بسرعه الضوء، يعني سرعه الضوء رهيبه، يعني الصوت بيمشي مئات المترات في الثانيه، انما الثاني 300,000 كيلومتر في الثانيه. عشان كده بتصلنا الضوء من الشمس في 7 دقائق ونص. ثالث فرق وده مهم جدا، ان الفيلوسيتي اوف ساوندز عكس اللايت. اللايت اسرع حاجه في الضوء، ثم الماء اللي هو الفلويد، ثم في السوليدز اللي هو الازاز، بينما الساوندز اسرع في السوليدز بالعكس، منه في الفلويد منه في الاير. كل دي تصلح تيجي لك في الام اس كيو. انا عايز اقول لك معلومه طريفه، انا بزعل جدا يا اولاد على الناس اللي بيقولوا ده عامل زي النعامه بتحط راسها في الرمله، يعني دليل على انها يعني مش عاوزه يعني تخفي روحها كده، مش شايفه الصياد، يبقى كده هي يعني يبقى مفيش صياد. الحقيقه هي نعامه، لكن اللي بيقول المثل ده وانت فاهم يعني حصان كبير. ليه بقى؟ النعامه ربنا فهمها فيزيكس، انها لما تدفن راسها في الرمله يعني تسمع وقع اقدام اللي جاي يصطادها عبر السوليدز اللي هو الارض اسرع من عبر الاير، فتقدر تتوقع قدومه وتهرب قبل ما يجي. يعني النعامه فاهمه فيسيولوجي، واللي بيقول المثل ده عامل زي النعامه بيحط راسه في الرمل، انا قلت رايي فيه حصان كبير. ولذلك اقول لك فقر المعلومات العامه، النعامه دي بقى لها على كوكبنا هذا 150 مليون سنه، يعني هي من الطيور التي عاصرت الديناصورات، لان قلنا الديناصورات اندثرت من 65 مليون سنه. أظن حكاية لطيفة، فبليز ما تستخدمش المثل السخيف ده تاني وتقول عامل زي النعامة بيحط راسه في النبرة. النعامة بتحط راسها في النبرة عشان تسمع عن طريق السوليدز وقع أقدام الشيء اللي جاي يفترس عن طريق الأرض أسرع بكتير من الإير، وإحنا عارفينها لما كنا أطفال وتحط في المواسير بتاعة الكورنيش في اسكندرية، تحط ودنك على الماسورة واحد يخبط من الناحية التانية تسمع كويس قوي. نيجي بقى الكاركترز اوف ساوند ويفز يا ولاد، خصائص الصوت. الصوت بيتميز بثلاث ميزات اساسيه. الميزه الاولى اللي هي
فريكوانسي. الصوت ده موجات. فريكوانسي اللي هو اديني بشير لك بالليزر اللي هو عدد الموجات في الثانية. السايكلز بير سكند. او بنقولها ان هيرتز. يعني بدل ما تقول سايكلز بير سكند تبقى هيرتز. الفريكوانسي دي هي اللي بتحدد البيتش او التون النغمة. خلاص؟ بمعنى صوت ذات تردد عالي مش معناه صوت عالي، معناها صوت حاد رفيع كما صوت الفيميلز. صوت تردده منخفض مش عاوز غباوة، مش معناها صوت منواطي، معناها صوت غليظ كما صوت الميل. يبقى ده الفريكوانسي. يبقى الفريكوانسي اللي هي سايكلز بير سكند، وبدل ما نقول كلمه طويله سايكل بير سكند 3 بيقولوا هيرتز. ده بيحدد هاي بيتش يعني صوت رفيع، لو بيتش يعني صوت غليظ. طيب الهيومن اير بتسمع من كام لكام؟ ارقام لذيذه قوي، من 20 هيرتز ل 20000 هيرتز. خلاص. طب فوق 20000 هيرتز يبقى بالنسبه لنا يسموه التراسونيك، ما نسمعوش. ومن الحاجات الرائعة إن ما هو ألترا سونيك لحضرتك سونيك لكائنات أخرى. يعني الإنسان ذلك الكائن المتباهي بمقدراته هو لا شيء. أنت مش أحسن كائن بيسمع في عالمنا هذا. في اللي بيسمع أكتر منك. كلكم عارفين مثال لطيف اللي هو الكلاب. في صفارات كده هنا لطيفة جدا عشان ما تزعجش الناس اللي حواليك، تصفر تطلع ألترا سونيك. ولا واحد من البشر هيك يسمعوا، كلبك هو اللي يسمعه ويجي لك. طب اقول لك حاجه تانية، ده هنا الالتراسونيك ده بيعتمد عليه كائن مهم جدا اللي هو الوطواط الباتس وفقر المعلومات العامه. عارف مين لما يسالك اهو فقر المعلومات العامه، مين اكتر الثدييات في عالمنا هذا؟ ثدييات باتس الوطويط، لان بيبقى الفلاج اللي هو المجموعه مع بعض بتبقى بالملايين، بس طبعا مش شايفينهم لانهم بالليل وفي المناطق اللي هي الكهوف والصحاري. دي اكتر الثدييات دي اساسا نظرها ضعيف جدا وبتطير بالليل، بتعتمد على انها بتدي فيها سونار، تدي صوت ما حدش يسمعه يرتد ليها، وهي تحسب مسافه هتصطدم بحاجه ولا لا وهي بتطير. فده الهيومن اير. انما من الحقائق اللي بحب اقولها وهي جميله جدا ان ربنا سبحان الله خلى الهيومن اير most sensitive للهيومن فويس، لصوت الانسان، لان اكتر حاجه بنحب نسمعها وان احنا نسوشيالايز مع بعض ونتكلم مع بعض. فزي ما ربنا خلى العين اكثر حساسيه في الصبح للون الاصفر اللي هو الاكثر شيوعا الكونز، والرودز اكثر شيوعا بالليل للون الجرين بلو وحكينا عنها، خلى الودن حساسه لاكثر صوت انت بتحب تسمعه هو صوت اصدقائك الهيومن فويس. فدي نقطه مهمه، واللي هو بيبقى اكثر حده في الفيميل عنه في الميل. فمثلا في الميل الفاندمنتال، مش الميل صوته من كذا لكذا، يعني الاساسي في الميل انه من 85 الى 180 هرتز. الفيميل اعلى شويه لانه قلنا صوته رفيع. الفاندمنتال انما بنصدر اصوات اكثر من كده، من 165 الى 255 هرتز. طيب تاني حاجه بقى، ودي الاصعب وبتيجي سؤال فركز معايا فيها. يبقى احنا اتعلمنا في الفريكوانسي ان ده بيحدد البيتش او التون، صوت حاد ام صوت غليظ، وده من 20 ل 20000 حتى الحفظ سهل، 20 ل 20000 هرتز، وان فوق 20000 هرتز نسميه التراسونيك. ومعلومه ثانيه هتبقى عارفها ان موست سنسيتيف الانسان الود للهيومن فويس. نيجي بقى الامبليتيود اللي هي الانتنسيتي اللي هي ارتفاع الموجه. يبقى عدد الموجات بيحدد التردد، ارتفاع الموجه بيحدد هل صوت عالي ام صوت خفيض. اديني بشاور ده صوت عالي وده صوت خفيض وان اشترك في التردد. خلاص. ده الامبليتيود اللي هو الانتنسيتي. وحتى تملي اقول لما نقول لطالب هو هاي فريكوانس يعني يقول صوت عالي، بزعل قوي. بص يا بابا الناس بالفطره بتتكلم صح. هاي فريكوانسي يعني صوت تردده عالي، يعني عدد الموجات كتير. انما الانتنسيتي اللي هي شده الصوت دي مرتبطه بالامبليتيود، بارتفاع الموجه.
بدليل الناس بالفطره بتتكلم صح. انا ما بقولكش علي صوتك زود الفريكوانسي، علي صوتك، بقولك علي صوتك ووطي صوتك. اهي شوف ايدك بتشاور صح بالفطره، علي وطي صوتك، وطي صوتك، علي صوتك، علي صوتك، علي صوتك. يعني الموضوع ريليتد للامبليتيود بتاع الويف الواحد مش عدد الويفز. عيب عيب نغلط واحنا بنتكلم بالفطره. الامبليتيود ده بيتقاس بالديسيبل، نسبة إلى ألكسندر جراهام بيل. ده موجود في كندا هنا الراجل ده. أنا زرت بيته هنا في بلد على بعد 100 كيلو من اسمها برانفورد في تورونتو، إيست اوف تورونتو. الراجل ده اللي هو مكتشف، آسف، مخترع التليفون. ده اللي اخترع التليفون، ألكسندر جراهام بيل. فتكريما لي بيقيسوا الانتنستي مش بالبيل، بالديسيبل. البيل 10 ديسيبل كما المتر 10 ديسيبل. حتى انا مفصلها لك البيل. وعاوز احكي لكم في عجاله قصته. الراجل ده قصه لطيفه قوي، قصه حب اساسا، اختراع التليفون. الراجل ده في البلد اللي اسمها برانفورد دي، برانفورد فيها واحد من احسن المدارس في نورث امريكا للديف ميوت، للصم والبق. فالراجل ده كان بيحب فتاة في القرية دي، قرية صغيرة فيها حوالي 100,000 واحد، يعني مش كتير، مش كبيرة قوي. حب فتاة هناك، فعاوز يتجوزها ومعهوش فلوس، هو مدرس في الصم وبق. فأقنع أحد أولياء الأمور إنه هيعمل اختراع يخلي ابنه يسمع زي الفل. خد منه قرشين، اتجوز بنصهم، لقى منظره هيبقى مش قد كده، يعني صرف الفلوس على الجوازة مش على الاختراع. فقال لي واد ايه لازم تخترع له حاجه الواد ده يسمع بيها. قعد يعمل وبتاع، انتهى بواحد من اعظم الاختراعات في عالمنا هذا اللي هو حضرتك بتستخدمه دلوقتي عشان خاطر تسمعني، وهو التليفون. ولكن ليس له اي علاقه بالصم والبق. يعني ألكسندر جراهام بيل اللي هو مخترع التليفون لم يكن ينوي اختراع التليفون، كان عاوز يعمل عشان يحفظ بقى وجهه جهاز يخلي اللي ما يسمعش يسمع، لانه كان مدرس للصم والبقم في البلد اللي قلت لك في كندا دي. وعشان كده حتى التليفونات في الشوارع العامه هنا في كندا عارف اسمها ايه بقى؟ اسمها بيل كندا، تكريما لألكسندر جراهام بيل بتاع برانفورد. طيب كانت هذه فقط المعلومات العامه. نيجي بقى للكلام المهم. هب المعلومات العامه جدا متفقين عليها بالاول، حتى بيبقى يعني عشان الرتابه شويه نقللها. ان الانتنسيتي اوف ساوند، دي اهم كلمه وكاتبها لك باللون الاحمر، از ميجرد ان ا ريليتيف واي مش ابسولوت واي. يعني ايه؟ يعني اسمها بطريقه نسبيه. يعني ايه؟ يعني نسبه الى صوت اخر. فنقول احنا قد الصوت ده 10 مرات، قد الصوت ده 100 مره، وهكذا. يبقى القياس ان ا ريليتيف واي، يعني الساوند انتنسيتي بنقيسها بالنسبه للانتنستي اوف ريفرنس ساوند. طب سؤال الاذكياء فقط، تفتكر الريفرنس ساوند الصوت اللي كلنا هنقيس روحنا بيه ده نختاره؟ وجاوب معايا، انا بحب نفكر. خفيض جدا يعني اوطى ما يمكن، ولا اعلى ما يمكن، ولا متوسط في شدتي؟ فكر. انا عارف في كتير منكم قال متوسط في شدتي، إجابة خطأ. لازم نلاقيه خفيف جدا، just audible، يدوبك مسموع، أو صوت ممكن يتسمع. طب طالب قال لي ليه أنت معتاد تفهمنا، ففهمنا ليه؟ قلت له فهمك سهلة جدا. ليه بنقيه أقل صوت ممكن يتسمع؟ لأن أنا هقارن نفسي بيه. لما يبقى المقام أصغر ما يمكن، الإنسان بيحب الأعداد الصحيحة، يبقى أنا أي صوت هأصدره هو أعلى منه، يبقى البسط هيبقى أكبر، اللي فوق يعني أكبر من المقام، فهنحصل على أعداد صحيحة. ده ليه نقوا الانتنستي over reference sound just audible، أوطى حاجة ممكنة، عشان أبقى أنا أدي 10 مرات وأنت أدي 50 والتالت أدي 100 and so on. لكن لو كان هو متوسط وانا اتكلمت اقل منه، يبقى انا نصه وانت ربعه والتالت ثلثه، دخلنا في كسور، والناس ما بتحبش الكسور. فهمت؟ فاحنا عشان كده الريفرنس ساوند اخترناه
ان هو يبقى جاست اودبل، يا دوبك مسموع، عشان اي واحد يبقى اكتر منه يبقى اعداد صحيح. فحصل مشكله، انا اتكلمت لقيت صوتي قد 1,000,000 مره وانت 10,000,000 مره والتالت 100,000,000 مره. يا نهار ابيض، السكيل وسع مننا قوي قوي قوي، لان طاقه صوتي بقت مش قد 2 مرتين 3، بقت بتقاس بالملايين. طيب يبقى عاوزين نصغر السكيل ده، فنعمل ايه؟ قال لك الخطوه الثانيه، الريشيو ما بين صوت حضرتك اللي هو الساوند انتنسيتي والريفرنس ساوند ده، مش هناخد الريشيو، مش هناخد النسبه، هناخد لوغاريتم الريشيو، هناخد اللوج بتاع الريشيو. وانا كنت علمتكم في CNS ايه هو اللوج. يعني لو انا قد الصوت ده 1,000,000 مره هاخد لوغاريتم 100. وانا قلت لك ايه هو اللوغاريتم، هقولها تاني. مفيش حاجه اسمها لوغاريتم 1,000,000. الصحيح، الصحيح نقول لوغاريتم 1,000,000 تو ذا بيس 10. يعني لما يبقى البيز القاعده 10 اضربها في كم مره في روحها عشان تديني 6 أصفار مليون، 6 مرات. عشان كده نقول لوغاريتم 1,000,000 تو ذا بيس 10 هو 6. وقلت ما هو اللوج؟ هو الباور، الاس اللي ترفع عليه البيز للحصول على الرقم. يبقى اذا اللوغاريتم هو الباور، هو الباور اللي ترفع عليه البيز للحصول على الرقم. لما ما نقولش البيز، اتفقوا في العالم يقول لك لوغاريتم 1,000,000 وما اقولكش البيز تعتبرها 10. بقول لك لوغاريتم 1,000,000 بكام، انت تكمل في ذهنك. انا قلت لك لوغاريتم 1,000,000 بكام، انت تقول لوغاريتم 1,000,000 تو ذا بيز 10، انت تكملها من عندك. فتسال روحك 10 دي تضربها في كام مره عشان تديني 1,000,000؟ 6 مرات. فعشان نصغر السكيل لما وسع مننا قلنا ناخد اللوج. عارف حابين زي القرد اللي بيوزن جبنه، السكيل صغر قوي لما خدنا اللوج. فقلنا طب نكبره شويه، بلاش نقيسه بالبل، نقيسه بالديسيبل، عشان كده بنضرب في 10. يبقى حكيت لك القصه حصلت ازاي. يبقى تاني اشرح، تابع معايا معلومه معلومه. القياس بطريقه مطلقه ولا نسبيه؟ كل الناس قالت لي ان ريلاتيف واي، يعني نسبه لايه؟ قالوا لي ان ريفرنس ساوندز. طب ننقيه اوطى ما يمكن ولا اعلى ما يمكن؟ قالوا لي لا، ننقيه اوطى ما يمكن عشان نبقى احنا اعداد صحيحه، نبقى دي كذا مره، مش ما يبقاش في كسور. الخطا ان الريشيو طلعت كبيره قوي قوي، السكيل وسع مننا قوي. ايه احسن حاجه تكمبرس السكيل، تصغر السكيل؟ انك ما تاخدش الريشيو، خد لوغاريتم الريشيو. خلاص، يعني بقول لك انا صوتي قد الريفرنس ساوند 1,000,000 مره، يبقى لوغاريتم 10 تو ذا بيس 10 يبقى انا اديه 6 مرات. خلاص، طب صغرت قوي. فقال لك لا كده يبقى 6 بل، لا خليها بالديسيبل، يبقى 60 مره. يبقى تاني، يبقى اللوج لما اخد لوغاريتم الريشيو بيديني النتيجه بالبل اللي هي ما حدش بيستخدمها. عايزين نكبرها شويه، فانا يبقى ديسيبل. طب البيل كام ديسيبل؟ 10، عشان كده ضربنا 10. يبقى 3 مراحل، يبقى الاول بنقيس الساوند انتنسيتي مقارنه بريفرنس ساوند، طلع رقم كبير. عشان نصغره خدنا اللوج، صغر قوي عشان نكبره شويه، بقى كان الرقم ده بالبيل ضربناه في 10 عشان يبقى بالديسيبل. في بعض الجامعات هنا بيستخدموا طريقه ما شفتهاش في الدنيا، وفي بعض جامعاتنا هناك، ان يقول لك ان احنا هنقيس الساوند بريشر بتاعنا، مش الساوند انتنسيتي، معرفش ليه يعني، او الساوند لاودنس اللي كل العالم، الساوند بريشر نسبه الى البريشر اوفر ريفرنس ساوند، يعني في معادلتين. طيب فهنا بقى المعادله بتختلف، بدل ما بتضرب في 10 بتضرب في 20. ليه؟ ال 20 دي حاجتين، 10 بيحول البيل الى ديسيبل. طب الاثنين بقى جت منين؟ ما هو 2 في 10 ب 20. تسالني، وانا عارف ان بقول الكلام ده للزملاء الاصغر سنا، انا عارف ان هم الحته دي اداهم. هو انت تسال روحك ايه العلاقه بين الساوند لاودنس والساوند بريشر؟ الساوند انتنسيتي اللي هو المعادله الاولانيه اللي هو اللاودنس، ممكن تبقى اللاودنس او الانتنسيتي، هي دايركتلي بروبورشنال تو ذا سكوير ساوند بريشر، مربع الساوند بريشر.
يعني الساوند بريشر اس 2. وهتسالني ليه حتى اشرحها لك؟ لان البريشر يا بابا بتاع اي حاجه بيتحسب على المساحات، على المساحه، والمساحه بالمربع. ده مش ساوند. حتى لما اقول لك البلاطه دي يعني تتحمل بريشر قد ايه، مفيش حاجه تقول لي، لازم تقول لي بريشر 100 كيلو على المتر مربع. البريشر يقاس على السكوير المربع. فالساوند لاودنس او انتنسيتي بيتناسب مع الساوند بريشر اس 2. طب 2 دي بقى هجيبها، ما احنا قلنا اللوج اساسا هو الاس، يبقى هجيبها مضروبه هنا فتبقى 20. ادي الفرق. يبقى عشان تفهم ليه هنا بيحطوا 10 فهمناها. طب ليه لما يستخدموا ساوند بريشر بقت 20؟ الله، افهم العلاقه بين الساوند انتنسيتي والساوند بريشر. الساوند انتنسيتي بروبورشنال تو ساوند بريشر اس 2، اهو بكتبها بالليزر اس 2. طب واحنا قلنا اللوغاريتم اساسا هو الباور، يبقى ناخدها هنا تبقى 2 في 10 في اللوج يبقى 20. يبقى لما تستخدم الساوند انتنسيتي زي معظم الجامعات في العالم تبقى 10. وفهمت لك ليه؟ لو استخدمت ساوند بريشر تبقى 20. اتمنى الزملاء الصغيرين يبقوا فاهمين الفرق بينهم. في هنا بقى سؤالين مهمين جدا. لو انا اتكلمت بصوت جاست اودبل، يا دوبك مسموع، حلو كده، جاست اودبل، يبقى انا جاست اودبل خلاص، والريفرنس ساوند جاست اودبل، يبقى الريشيو كام هنا؟ 1. انا جاست اودبل، فوق جاست اودبل، وتحت جاست اودبل، نفس القيمه فوق يا نفس القيمه تحت، يبقى الريشيو 1. لوغاريتم 1 0، يبقى يقولوا صوتي 0 ديسيبل. يبقى 0 ديسيبل في الام اس كيو مش معناها نوت اوديبل، مش معناها مش مسموع، معناها في الام اس كيو جاست اوديبل، ان انا زي ريفرنس ساوند. فالريشيو 1 لوغاريتم 1 بصفر، لوغاريتم 1 بصفر، فانا 0 ديسيبل. ده اشهر سؤال هنا، ودي قلت لك اهو. طب تاني نقطه، لو وصل الساوند لأكتر من 180 ديسيبل يبقى طاقته جامدة جدا، يبتدي يعمل دامج للود وإيفن هيرينج لوس. يعني مش أي علو في الصوت تتحمله الأذن، لا، ممكن يخرب الأذن. وفي نقطة مهمة هنا أحب أقولها لك لطيف، عشان كده لما تروح أفراح أو حفلات ما تقعدش جنب السبيكر، جنب السماعات الكبيرة، وتبقى أدام ودنك بتوجعك pain، يبقى بيحصل damage دلوقتي، pain indicates tissue damage. ففوق 180 ديسيبل يديك pain وdamage في الإير. ده النقطتين مهمين في الـ MSQ. نيجي بقى لآخر حاجة ونقفل بيها النهاردة، اللي هو الـ waveform، اللي هي الـ secondary waves. ما دي ما الناس ما بتسألش فيها كتير، بس أنا بحب أقولها عشان نبقى كملنا الصورة كاملة. عاوزك تبقى عندك حدث فنان عشان تفهم اللي هقوله. لو انا جبت بيانو كمان، حلو، وقلت لهم ادوني الدو اللي هو نغمة معانا، يبقى بيدوني نفس الايه الطالب فاهم، بيدوني نفس الفريكونسي. طب قلت لهم ادوني الصوت بنفس الشدة، يبقى بيدوني نفس ايه الامبليتيود. يبقى هنا البيانو والكمان بيدوا نفس النغمة، يبقى نفس الفريكونسي بنفس الشدة نفس الامبليتيود، ومع ذلك تبقى الاذن قادرة انها تقول ده بيانو ده كمان. يبقى عليه لابد 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 يبقى في كاركتر تالتة في الصوت، ما ينفعش الاثنين دول بس يمكنوني من ان انا اقول ان ده بيانو وده كمان. تمام؟ يبقى يقول لي ده بيانو وده كمان. ايه الكاركتر دي بقى؟ اللي هي الويف فورم، شكل الويف. هقولها لك في الفن، الناس اللي بتلعب ميوزك بفهمها كويس. هنا البيانو والكمان افهمها بقى، اعتبرها معلومات عامة، اتفقا هيبقوا في النغمة الأساسية. يعني النغمة الأساسية متفقة،
اللي هي مثلا هما الاثنين بيدوا اللي فوق دي. بس اختلفوا بقى ان في على النغمه التوافقيه دي بيبقى في شويه خطوط صغيره كده، شروط صغيره اسمها نغمات توافقيه secondary waves. يبقى عندما يتحد البيان والكمان في التردد وفي جدة الصوت فهما اتحدا في عدد وارتفاع الموجات الأساسية. اتحدوا في العدد يبقى نفس الفريكوانسي، في نفس الارتفاع في الامبليتيود. امال اختلفوا في ايه بقى؟ ان الموجة دي كل واحدة فيهم بيبقى عليها خطوط صغيرة قوي قوي كده يسموها secondary waves، نغمات توافقية. اختلف في النغمات التوافقية، فده اللي بيمكنك انك تميز ان ده بيانو وده كمان برغم ان هما اتفقوا في النغمة الرئيسية، اتفقوا في النغمة واتفقوا في الشدة، ومع ذلك ودنك بتقول ده كمان وده بيانو. ده انا قلت عشان طبعا كان اخر محاضرة في الفيجن فيها يعني كمية قليلة، فأثرت ان احنا نقول الكاركترز اوف ساوند ويفز، وهي على فكرة ولا فيها سؤال غير ام اس كيو فقط، اللي هي الفرق بين ما هو الساوندز. قلنا ان هو ويفز اوف كومبريشن اند ريفكشن، موجات من التخلخل والتضاغط او التضاغط والتخلخل، كومبريشن اند ريفكشن. ايه الفرق بينه وبين اللايت؟ ثلاث فروق. قلنا ان الصوت ما بيمشيش في الفراغ، الصوت ابطأ من الضوء بما لا يقارن، ده بالمئات الامتار، انما الثاني بالاف 300,000 كيلو متر في الثانيه. ان الضوء بيبقى اسرع في الهواء منه في الميه منه في الازاز، العكس في الساوندز. الفيلوسيتي ان سوليدز اكتر من فلويدز اكتر من الاير، وحكينا من الاير وحكينا قصه نعم. كاركترز ساوند ويفز ثلاثه، الفريكوانسي ودنك بتسمع من 20 ل 20,000 هرتز، فوق 20,000 هرتز فده بنسميه التراسونيك. وما هو التراسونيك لحضرتك؟ سونيك لكائنات اخرى كما الكلاب، واحسن منهم الباتس اللي هي اكتر الثدييات في الارض. ثم جينا للامبليتيود، ودي اللي غالبا بتيجي بقى. بس قبل ما نجي لها كنت قلت الفريكوانسي الودن ربنا خلقها موست سنسيتيف للهيومن فويس. الامبليتيود يلا نقولها تاني، بيتقاس بطريقه ريليتيف، يعني احنا بنقيس روحنا الريفرنس ساوندز، نقينا ايه النقطه الثانيه اوطى حاجه عشان نتفادى القصور، يبقى احنا تملي اعلى منه. كبر السكيل مننا قوي طلع بالملايين، طب عاوزين نصغره. ايه احسن حاجه تصغر السكيل؟ انك تاخد لوغاريتم، لان اللوغاريتم مليون بستة، 100,000 بخمسة، عشر ليه عدد الاصفار تعلمتها لكم في CNS، 10,000 باربعة and so on. صغر مننا السكيل جدا، قلنا طب كبره شوية، النتيجة كده بالبيل، خليها بالديسيبل، اضرب في 10، فدي منين جات ل 10. اما في بعض الجامعات اللي بيتفلسفوا وهم مش عارفين جايبينها منين اساسا، ويستخدموا الساوند بريشر، فبيبقى ضرب في 20 ليه؟ لان الساوند انتنسيتي بيتناسب مع الساوند بريشر سكوير اس 2، فيبقى الاس ده هو اللوج الباور، تاخدها تضربها في العشرة تبقى 20 لوج. طب اذا اتحد البيانو والكمان في الفريكوانسي والامبليتيود، امال ازاي ودني بتميز ده بيانو ده كمان؟ هما اتحد في النغمة الاساسية عددا وارتفاعا، لكن بيختلفوا في النغمات الصغيرة اللي مرسومة على النغمة التوافقية اللي هي نسميها secondary waves أو النغمات التوافقية. ولم يبقى إلا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله. أتمنى أكون أفدتكم وما ضاعتش وقتكم. شكرا، ونلقاكم بإذن الله في المرة القادمة مع الاندوكراين الكالسيوم هوميستيزيس. Good luck.